صار فيا انا جمعيبي صار كل ما نلبس روب يصير فيا نعمل البوز باجيت الكل تحكي عليا ثلاث ويت الكل تحكي عليا عشت تلبس غوب عليش نلبس اللي نحب عليه ما عنده الحق حتى حد معني باش يتكلم فيها الحكاية هذي بوا انا نحب نعلق على الحكاية هذي اول حاجة نحب نقول الي البلاتو شوفي هذي اول حاجة شوفي على ثاني حاجة الغوب هذيك التيسو متاحة فيلوغ ود فيلوغ نعرفوا اللي هو ما يتلبس كان في الشتاء ايه اون بلوس هذيك نوفيل كوليكسيون متاع غران مارك على انترناسيونال هي باش تعطي رايها زعما اي هي ما انت هو شو صابري هو عاده ديما الحاجات هذوما نتعرضوا لهم راه نتاعها ولبست روبها ودرشنية انا ديغنييغمون معناها لبست روبه قالوا لي اش بيك مسسة تضحك ومسسة درشنية وش بالفيديو كيكا راه واش نقول لك نقبلوا النقد مش ما نقبلوش نحبك المدام باش المدام نحبها المدام بالعكس قالت لي اضحك مستنسين بيك تضحك معناها وعامله جو شبيك سيريوز معناها فهمت اما نحب نقول راهو الناس تعطي رايها اما راي يكون في ما كيف نقول انا كيف هي خبيره موضه من حقها راي انها تعطي رايها هي خبيره موضه باش تعطي رايها فهمت والناس الكل تعطي رايها فوالا ما نقبلش النقد سامحوني الوغ نور شنو رايك؟ انا نحب نعقب على امل في التوندونس وفي النوفيل كوليكسيون شو مدخلك في لا مود امل انت؟ شو مدخلك فيه الشيء هذا؟ ليه هنا باش تحكي لي على مود وعلى الموضه وعلى التيسوي هنا انا نتكلم معناتها عامله فاشن ديزاينر هذه خدمتي انا معناتها من عامله ولسنا اما انت كل ما تجي تحكي على البوز تحكي على البوز عملنا نحكيوا على البوز شو جايبك في البوز انت معناتها بارابور لينا احنا ما شاء الله كنا في البلاتو انا بيرسونيلمون عامله ملايين فيات وما تكلمتش على البوز جاي انت على خاطر معناتها عريه عرينا من الفوق باش تحكي لي على البوز معناتها شو تسميها بوز هذيا ساعة اول حاجه انا قلت ونعاود انا نلبس اللي نحب عليه وانا عامله البوز انت عامله البوز معني مع احترامي للكيب الكل انا عامله البوز كلنا عاملين البوز ما عندكش حق باش تحكي على نفسك لهنا في البوز واللي راديو الكل تحكي عليا دونك هذاك يتسمى بوليس باش عملتها البوز اقنعني عملتها بلبستي ميسيج قولوا عملتها بلبستي عملتها بلبستي بلبستك تعمل البوز علم اللبس معناتها نوال ما هكا عملتها بلبستها البوز انت نور كي تحكي وتقول هكا ساعه اين اللبسه اللي نلبس فيها انت ما تنجمش تلبسها باهي ثاني حاجه كان جيت نجم تلبسها راك لبستها مستحيل ثالث حاجه ما نقارنوش ما تقارنش روحك بيا خاطر انت بصغارك وبراجلك انا معني جون صغيره اللي نلبسوا ديجا مويتيني اما يعني خاصه ما نقدرش معناها ما يقدرش خلي نور هي حكيت معاك خلي نغزو انت تجي البلاتو هذايا باش تعمل بوز بلبستك ولا معناها مك جايه باش تعطي ارائك ومواقفك انا اللي نلبس والله العظيم وهاني نقولها انا ما نقصد حتى بوز ولا قصدتها لا قبل ولا توا اما انا حشيشت حلوه اللي نلبسه يعني تلبس جزهر هكاك حاجات اتيرون دخلت انا نلقى نوفيل كوليكسيون محليها قصتها واتيتني واللي حاضرين الكل محليك لبستها طلعت يا اخي الناس الكل ولات تحكي شنو نعمل انا هي ما نقدتش الروبه راه حسب ما قاعده نقرا توا هي قالت الروبه مش ماهيش ماهيش اللي يتفرج فيك ماهيش يركز فيا ماهيش يركز في المحتوى نتاعك باش يركز في الروبه انت تخيزه لا امل سؤال لحظه لحظه خمس انا نعطيكم انا من الاخر انا نلبس اللي نحب عليه بس سؤال امل معناها انت نورمال كي تعمل بوز بروبتك مش بالكونتينيو نتاعك انت كي تلبس روباتيك ويقعد يغدروك نورمال ما تقلقكش الحكايه ما تقلقنيش مش جديد عليها صابرين راه مش جديد عليها مش جديد عليها حتى عامله ولا عملت البوز بروبتها زيد شنو سامحني موتيه لا ما قلتش مش موتيه انا مدام موتيه ما قلتش نور تتقلق هي تعمل بوز هي مقتنعه بالشيء اللي تعمل فيه مقتنعه بلبستها مقتنعه بروحها مانيش نتقلق انا قلت لها اعمل بوز بحاجه اخرى نور كان جاي بدنها مثلا يعطيها باش تلبس هكا لا ما نلبسش انا هكاك لا والا كان لا ما نلبسش حتى كان بدني انا جايبه بوز صغار اما ما نلبسش هكاك فوالا على خاطر عندك راجلك ولا باهي نمشي ولا باهي امل ونور بلي انتم زوز بالذات ما لازمكوش تقربوا بعضكم زوز بوزيتيف زوز بوزيتيف خطر تفضل سي سي عندي حوايج نحب نقول الامل قبل ما امر انت قلت تلبس كيره خاطر استوديو شوفي صح ولا ايه نطلب منك صابرين ونطلب اداره القناه استوديو هذا بالذات ينحيوا لنا الشوفاج يرحمهم الله عليه نموتوا بالبرد في جرة امل نموتوا خلينا نموتوا بالبرد وخلينا نشوفوا الكونتوني تاع بيبوز امل الجديد احكي لنا سامي كيف هذه جمعتك؟ باهي انا جمعتي داخله بعضها لا فهمت نفرح لا فهمت ناخذ في خاطري انا فما حاجه صارت اللي هو فيلم خاتم عليسا اللي كتبوا احمد الدوسري انا فرحان وعلى الاخر اللي خدم فيلم وحاجه جديده ومزيانه للصغار خاطر قداش متعه الصغار فرحان لاحمد على الفيلم ومام تو حاس في نفسي انه احمد ما خممش شويه في الفيلم مش معناه نفرض في روحي خاطر صاحبي احمد لا
الفيلم هو موجه للصغار، دونك هو لي بيرسوناج اللي لمهم شفت في الفيلم برشا عباد من دومين الكوميديا، منهم الكبار ومنهم الصغار ومنهم لحلوحه اللي بدا معايا. تمنيت لو بيرسوناج سامي مراوب اللي برشا صغار يحبوه وجو دي بيان يحبوه ونمره واحد في تونس، راني نقولها على ضمانتي. سامي مراوب نتحدى اي بيرسوناج في تونس عامله فيو اكثر منه، محبوبه اكثر منه، تمنيته يكون موجود حتى كضيف شرف وسط الفيلم، خاطر هو اول فيلم يصير في العالم العربي تاع فونتازي. واحمد بندوسي هو صاحبي، دونك كانت نورمال على الاخر اني نتعدى حتى متعدي، مش مشكل. مفيد يخم فيه. عطيك سامي تبدا موجوده؟ لا بيرسوناج. عطيك والله غير على بيرسوناج، مش على سامي الدريدي، غير على بيرسوناج سامي مراوب اللي هو محبوب وديستيني للصغار. مغزل له حد، تحسه ايكارتي كبيرسوناج. انا ماذا بينا نعاود نرجع طيف مش معنى سامي مراوب، كان نعاود نختموا سامي مراوب ونخرجوا للدنيا معناها ولا نعمل له فيلم، يشوفوا الروتور ويفهموا البيرسوناج هذيك كانت نجم تكون في الفيلم وعندها اي بوزيتيف. سبحان الله هما ينجموا ما لقاولكش بلاصه، ينجم يقترحوك واحد منهم عندك مشكله مع شخصيه. ما لقاولوش بلاصه؟ اي. الفيلم فيه 1000 واحد ما لقاوش سبحان الله. ليه؟ هو مش ما لقاولوش بلاصه، سامي مراوب انا قلت مغيب مانيش فاهم علاش كبيرسوناج، يمكن قلقت برشا عباد خاطرها ناجحه. عامله راهي كنت نحسب لك من حلقه سامي مراوب على اليوتيوب وقداش من مليون فيو والصغار الى يومنا هذا وحتى الكبار راهو قسما بالله كيفاش يوقفوني على سامي مراوب اللي انا عندي 4 سنين ما خدمتش بيرسوناج فهمت؟ نعرف الوتور به دونك تمنيت كان يكون فيه وفرحان لاحمد لندوس على الاخر بالفيلم. اما غايدتك شويه. لا غايدتني برشا مش شويه. برشا. برشا حبيت رايد الجو انا طلعت غايدتك برشا. نهني واحنا الفريق الكل الانتاج والممثلين على العمل اللي خدم عليه وننصحكم تمشيو تتفرجوا فيه وتهزوا الصغيرات حاجه باهيه فيلم موجه للصغار. طارق كيفاش عديت؟ خدمه روتين كالعاده، نستنى في 2023 وقت يشوفها باش واحد ياخذ راحه ويفهم روحه بيدخل مو 2024 يدخل له بقوه. علاش بها 2023 ساعه عام محليه؟ هو عام محليه ايش نقول لك، كل عام فيه الباهي والخايب، حتى حد العيش ديما الباهي فهمت، اما يتعب شوي. انا واحد من الناس تعبني. ما تحبوا يوفا 2023؟ اش مازال جمعتين والمدعوه؟ اي هذيك الجمعتين واحد يرتاح فيها. باهي ان شاء الله 2024 يكون مبروك، ما تعرفش نجم يكون اتعس من 2023 انتوا اللي تتمنى في 2023. اللي يجيبوا ربي مبروك. مونيا مدام مونيا شنو حوالك صبري؟ حوالك لاباس الاخضر سافا الاخضر اليوم سافا اسمع عندها ديزاكسسوار تحس نتاع السلطانه هي هي كهف شفت كيفاش؟ سافا لاباس الحمد لله يا ربي سافا. مرحبا بالليكيب الحلوه نتاعنا هذا الكل وكل عادة. أنت ويني الجملة الشهيرة متاعك بربي مدام مونيا خدمة؟ خدمة ليه؟ ما هو ديك عادة ما قلتش نقصتني حاجة ليه؟ وين زرتك الجمعة هذه في الخدمة وجيت بحذاك؟ لا الخدمة ديما هذيك تينا عاملة بوز لي كومنتير نتاع خدمة خدمة خدمة، قالوا لي بربي سامحني حياتك كنت ماشية في خدمة مسطرة. ليه بربي للتوضيح؟ مش كانت اللي عملت بروبا مدام مونيا بالخدمة جوست للتوضيح. راهو خدمة بالحق هذيك افيغ كلاسي خدمتي حياتي اوكي، قاعدة نخدم ووقتي كيما قلت لكم وكل شيء، وحكينا على لي غوميز وحكيت شنو اللي عملت المرة الأخرى وكل شيء، والمرة هذه جوست باش نوضح أنا حياتي عايشتها، راه مش خدمة ودار، خدمة ودار عايشتها بطولها بعرضها باللي تتصور في بالك، معناتها مريقلة. لا بروفوني 27 خدمة في دومين معين ومعناتها وعارس الحمد لله يا ربي نتسمى نعمة من عند ربي الحمد لله هكا ولا ليه؟ أيه. باهي احنا توا اللي غوميز وقلت لك عملت الجمعة اللي فاتت وكل الجمعة هذية حضرت فيها بؤس عاملة وعلى الباج موجوده كل شيء الناس الكل بربي سامحني اخي دينار عامله غوميز اكسبسيونيل للفنداني فنداني كل مره نخترع حاجه. الوغ يسرى جمعتك كيفاش؟ والله هي جمعتي احنا كمان الامتحانات توا عطله دونك قاعده نشوف شنو انا والصغار شنو وين نجم نهزهم بلايص هكا نفرهدهم نبدلوا شويه جو باش نرجعوا بانرجي باهيه. فوالا هذا هو مي نورمالمون نشوفوا حاجات هوني معناها بلايص في تونس نمشي صغار يتعرفوا منهم يتفرهدوا ويبدلوا جو دونك هذا هو.